بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أمية عبد الفتاح، مدرس هيستولوجي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن البنكرياس. البنكرياس واحد من digestive glands اللي هنتكلم عنها، وهنعرف النهاردة عن histological structure and function of pancreas. ايه objectives محاضرتنا النهاردة؟ Number one, to identify general features of pancreas. ايه المواصفات العامة للغدة دي؟ شكلها، مكانها، ايه relations بينها وبين ال other organs اللي موجودة في الابدومين. هنتكلم كمان عن structure، ده الكور بتاع محاضرتنا، histological structure of pancreas regarding the exocrine part and the endocrine part. طبعا واضح هنا ان انا هقسم البنكرياس لجزئين، جزء اكسوكراين المسؤول عن البرودكشن بانكرياتيك جوز، وجزء اللي هو الاندوكراين بارت المسؤول عن برودكشن اوف هرمونز. فهنتكلم عنهم بالتفصيل ونعرف تركيب كل جزء منهم والفرق بينهم ايه ووظيفه كل جزء ايه. Let's start with the general features of pancreas. ايه المواصفات العامة ليها كغدة؟ Number one, it's a pinkish white finely lobulated gland. معناه ايه ده؟ معناه ان هي غدة لونها pinkish white، يعني ابيض على محمر سنة. Finely lobulated معناها انها شكلها زي الفصوص كده، والغطاء اللي عليها او الكبسول اللي عليها شفافة، ففعلا بيبان اللوبيوليشن ده externally على surface of pancreas. ده شكل البنكرياس اهو، ده طبعا دياجرام ليه. ده شكل البنكرياس، وشيء واضح هنا زي ما قلت لكم اللوبيوليشن اللي هي كانها فصوص فصوص جنب بعض كده. Number two, it's present retroperitoneally، يعني هو organ موجود ورا البريتونيوم، not covered with peritoneum، وموجود at the level of L2 and 3 vertebrae، vertebra رقم 2 و 3 من lumbar vertebrae. Number three, its head is in contact with the middle part of the duodenum and its tail reaches the spleen. دي relations بتاعته، دي العلاقة بينه وبين ال other organs. فالhead دي الجزء بتاع البنكرياس اللي بنسميه ده head، related للديودينم، يعني موجود جوه كده التجويف بتاع الديودينم زي ما احنا شايفين في الصورة دي. والتيل اللي هو نهاية البنكرياس او الترمينال بورت بتاعه بيوصل للسبلين. ده شكله وده الاورينتيشن بتاعه وده الريليشن شيب بين وبين الاذر اورجنز. بالنسبة لمقاساته، اللينث طول البنكرياس ريتشنج حوالي من 20 لـ25 سنتي، والويت اللي هو وزنه بيوصل من حوالي 60 إلى 160 جرام. دي كده مواصفات عامة للبنكرياس كأورجن، يعني اناتوميكال فيتشرز وليست هيستولوجيكال فيتشرز قوي، لكن حاجة كانترودكشن نبدأ بيها محاضرتنا النهاردة. آخر حاجة بالنسبة للجنرال فيتشرز وهي الوظيفة بتاعته، its function it produces pancreatic juice. والبنكرياتيك جوز ده بيبقى حوالي 1200 مللتر بير داي. واهم ما يميز الجوز ده ان هو rich in bicarbonate اللي هو ال HCO3، وفي كمان digestive enzymes بتكمل ال digestion of food اللي جاي من الاستومك. فبالتالي الجوز ده very important في ال completion of the digestion process. ال food اللي جاي من الاستومك جاي incompletely digested، تيجي ال enzymes بتاعت البنكرياس تكمل ال digestion وال absorption بتاع المواد اللي في ال food ده. بلس ان البايكارب اللي بيتفرز منه ده مهم جدا برضو كبروتكتيف ميكانيزم عشان يحمي الديودينم. الديودينم ده غير مؤهل انه يتعامل مع ال HCL ولا مع الاسيد القايم اللي جايه من الاستومك، ما عندوش الميوكس لايننج بتاع الاستومك. وبالتالي لو جه الاكل بال HCL اللي عليه ودخل الديودينم بنفس وضعه ده هيعمل السر على طول في الديودينم. فربنا خلق للديودينم بروتكتيف ميكانيزم اللي هو البنكرياتيك جوز اللي مليان بايكربونيت عشان يعمل نيوتراليزيشن، يعني تعادل للحمض او الفود اللي جاي بالحمض من الاستمك، فيحمي الديودينم من الاسيديك افكت او الافكت الضار للاسيدز دي على جدار الديودينم. ده بالنسبه للفانكشن اوف بانكرياس. طبعا ده ان ادشن تو ذا اندوكراين فانكشن، يعني الوظيفه دي وظيفه الاكسوكراين بارت. هنقول الكلام ده كمان شويه. نتكلم بقى عن تركيب البنكرياس او الجنرال ستراكشر اوف ذس جلاند.
regarding its type, a gland كنوع من انواع glandular epithelium is compound branched tubular alveolar gland. يعني ايه بقى؟ مين شاطر يفكرني كده؟ ال compound branched tubular alveolar دي في ال epithelium كنا بنترجمها لايه في ال glandular epithelium؟ compound معناها هي branched duct, branched معناها ان secretory part بتاعها is branched, و tubular alveolar ده شكل secretory part. يبقى نوع البنكرياس ك glandular epithelium it is compound branched tubular alveolar gland. ده شكل الاسيناي بتاعته اهي، دي الاسيناي بتاعت البنكرياس اللي بتفرز الجوس، ودي الايلتس اوف لانجر هانز اللي بتفرز الهرموز، وادي الضغط اللي طالعه منها وبتكاري سكريشن عشان يوصل المكان اللي هيشتغل فيه في الديوتن. الفيتشر التانية في الجنرال ستراكشر ان هو بنقول عليه ميكسد جلاند. كلمة ميكسد جلاند هنا معناها ايه؟ معناها ان هو ليه تو ديفرنت فانكشنز، اللي هي اكسوكراين فانكشن واندوكراين فانكشن. الاكسوكراين فانكشن هنا اللي هي سكريشن اوف بانكرياتيك جوس بيمشي في ضغط ويروح يوصل لغايه الديودينم. الاندوكراين فانكشن هنا هي البرودكشن اوف هرمونز واشهرها الانسولين، وده بيطلع من البيتا سيلز، ودي بتطلع مباشره من السيلز الى البلود، ادي الكابيلاريز اللي فيها بلود اللي بيطلع على طول فيها الهرمونز. كونها ميكسد جلاند ده معناه ان التو فانكشنز هنا في البنكرياس performed by two separate parenchymi. يعني ايه؟ يعني اللي بيعمل الاكسوكراين فانكشن جزء، واللي بيعمل الاندوكراين فانكشن جزء تاني. ده هيختلف شويه عن الليفر، اما نتكلم عنه بعدين، ان الليفر ميكسد جلاند ولكن التو فانكشنز performed by the hepatocytes اللي هي خلايا الليفر بتعمل الوظيفتين. لكن في البنكرياس هنا لا، القصه تختلف. الاكسوكراين فانكشن ليها جزء اللي هو بنسميه البنكرياتيك اسيناي اند دكتس، والاندوكراين فانكشن ليها جزء تاني بيقوم بيها اللي هي الايلتس اوف لانجر هانز. يبقى ده كده جنرال فيتشر او سوري جنرال ستراكشر اوف بانكرياس از ا جلاند، كومباوند برانش تيوبولو الفلر جلاند، وميكسد جلاند قلنا معناها ايه؟ انه له اكسوكراين واندوكراين فانكشنز. نبدا نتكلم بقى بعد بالتفصيل شويه على الهيستولوجيكال ستراكشر. اما ياخد عينه من البنكرياس تحت الميكروسكوب هيبان شكلها ايه؟ هيبان ايه الكومبوننتس اللي فيها؟ بقسم البنكرياس كاي غده درسناها قبل كده الى تو مين بارتس. جزء بسميه ده ستروما، والستروما ده هو الكونكتيف تيشو سبورتنج بارت، يعني الجزء الدعامي، الجزء اللي بيدعم الغده وبيحافظ عليها وبيحافظ على شكلها. والجزء الثاني اللي هو بسميه بارينكيما او بارينكايما، وده الجزء الوظيفي the functional part. الجزء الوظيفي معناه ايه؟ اللي مسؤول عن الوظيفه بتاعه الجلاند دي وهيقوم بيها. بالنسبه للستروما بقسمها الى ثلاث اجزاء. نمبر 1 دي كبسول، ودي عباره عن كونكتيف تيشو كفرنج، يعني الغطاء بتاع الغده من بره بيغلفها كلها من بره، سيبريتد من السراوندنج وبيحميها بيعملها بروتكشن، ده بسميه كبسول. يطلع من الكبسول فواصل بسميها ترابيكولي او سبتة، دي عبارة عن كونكتيف تيشو سبتة بتقسم الجلاند من جوه الى لوبس او لوبيولز على حسب كل غدة وتقسمتها. واخيرا الريتاكولار فايبرز، دي عبارة عن شبكة من الريتاكولار فايبرز، فايبرز رفيعة قوي بتبقى عاملة زي الشبكة بالظبط، بتفرش الجلاند كلها كأنها كده زي السجادة بالظبط جوه الجلاند. الريتاكولار فايبرز دي الشبكة دي اهميتها انها تعمل تدعيم وترتيب للبارينكيما بتاعت الغده. يبقى these are the parts of the stroma، كبسول، trabeculae، وريتاكيولار فايبرز. طب نيجي بقى للبارينكيما. البارينكيما هنا هنقسمها الى جزئين، الاكسوكراين بارينكيما ودي المسؤوله عن production of ايه؟ انا لسه قايله بنكرياتيك جوس. دي عباره عن بنكرياتيك اسيناي اند ducts، الاسيناي اللي بتفرز والducts بتنقل السكريشن من الاسيناي الى السايت اوف اكشن. ده بالنسبه لاول جزء من البارينكيما اللي سميناه اكسوكراين. الجزء الثاني من البارينكيما هو الاندوكراين، والاندوكراين دي هرمونال فانكشن، دي بيقوم بيها جزء من البنكرياس بسميه ايلتس اوف لانجر هانز. يبقى الايلتس اوف لانجر هانز هي المسؤوله عن الاندوكراين فانكشنز اللي هي بتفرز بعض الهرمونز. ده دايجرام للبنكرياس هيستولوجيكالي، واضح فيه الاسيناي اللي هي لونها اصفر، دي عباره عن سيلز بتفرز الجوز ويمشي في ضغط اهي، ضغط الصغيره دي تتجمع وبعد كده توصل السكريشن الى الديودينم.
والجزء الثاني وهو الايلتس اوف لانجرهانز اللي هي البينك دي، دي عباره عن الاندوكراين بورت اللي بيفرز الهرمونز. نيجي بقى للاكسوكراين بارت، ده اول جزء من البنكرياس، واحنا لغايه دلوقتي عرفنا عنه ايه؟ عرفنا عنه ان هو بيفرز بنكرياتيك جوس، ان هو بيتكون من اسينايو داكتس، صح كده؟ نكمل بقى هنتكلم فيه بقى عن الاستروما تاني بشوية تفاصيل بسيطة. الاستروما بتاعة البنكرياس تتميز عن أي استروما تانية خدناها مثلا في السليفري قبل كده، إنها عبارة عن ديليكت لوز كونكتيف تيشو. غالبية الاستروما اللي عدت أو هتعدي علينا بتكون دنس كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو قوي وشديد شوية، ولكن هنا في البنكرياس بتختلف إنها لوز تايب، يعني كونكتيف تيشو خفيف ورقيق، وبيعمل ثين ديليكت كبسول surrounding the pancreas. يطلع من الكبسول interlobular septa، أخذت اللقب ده ليه؟ لأنها بتقسم البنكرياس into lobules، فصوص صغيرة قوي قوي بسميها lobules. الفواصل بين اللوبيولز يبقى اسمها interlobular، interlobular septa. وأخيرا الريتيكولار نتورك اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية، عبارة عن شبكة بتدعم كل البارينكما بتاعت الجلاند. نيجي بقى الجزء المهم الوظيفي اللي هو البارينكما. اتفقنا انه البارينكما اوف بنكرياس اكسوكراين بنكرياس عبارة عن اسيناي مفرزة وضغط ناقلة. الاسيناي هي اللي بتفرز وبتنتج الجوز، والضغط هي اللي او الضغط سيستم اللي هو المواصلات اللي بتنقل الجوز ده من البنكرياس الى الديوب. ده بالنسبة لي الاكسوكراين بارت كتقسيمه، وعرفنا بيتكون من ايه. هناخد بقى جزء جزء منه ونعرف عنه تركيبه بشويه تفاصيل. نبدا بالاسيناي، البنكرياتيك اسيناي او الجزء من الاكسوكراين بارت. البنكرياتيك اسيناي بتتميز بايه او ايه الفيتشرز بتاعتها؟ نمبر 1 they are irregular in shape. يبقى انا لما اقارنها بشكل الاسيناي بتاعت السليفري جلاند مثلا، فبلاقي انه الاسيناي في البنكرياس از ريجولر، ملهاش شكل مميز، مع مقارنه بالسليفري معظم السليفري اسيناي وير راوندد ان شيب مدورين، لكن هنا البنكرياس زي ما احنا شايفين في الصوره از ريجولر ان شيب بالشكل ده. نمبر 2 اليومن بتاعها التجويف الداخلي للاسنس صغير قوي، فيري نارو، ضيق جدا، ولايند باي خلايا اللي هي شايفينها لونها بيج شويه دي، دي بسميها سنترو اسينر سيلز، دي الخلايا اللي بتمتد من الضغط وتعمل لايننج للاسينس من جوه او لايننج لليومن اوف اسينس. باي لايت مايكروسكوب لو انا خدت عينه او خدت اسينس من دول او جزء من البنكرياس واتفرجت عليه باللايت مايكروسكوب وكبرت على واحده من الاسينر سيلز عشان اتفرج عليها، فبلاقي مواصفاتها ايه؟ الاسينر سيلز دي زي ما احنا شايفينها كده، نمبر 1 استراميدا شكلها ايه؟ زي البيراميدز اهي، بيراميدا الانشي. النيوكليس بتاعتها از راوندد وراوندد ونزل تحت شويه نير تو ذا بيس، يعني هي مش في نص الخليه ومش بيزل برضو على البيزمنت ممبرين تحت، لا هي نير تو ذا بيس. ده شكلها ايه لايف تحت الميكروسكوب. ادي واحده من الاسيناي، طبعا كل دول اسيناي جنب بعض. ادي السيلز، ذيس از ذا سيل اهي بيراميدال ان شيب، وادي اليومن الضيق قوي، حتى في النيوكليس بتاعت السنترو اسنر سيل اهي، وادي النيوكليس از راوندد نيوكليس ونير تو ذا بيز. السيتوبلازم بتاع الخلايا دي او الاسنر سيلز بيتميز بحاجتين، بيزلي تحت اهي الاريا دي كده بلاقي فيه بيزوفيليا، والبيزوفيليا دي مش بيزوفيليا وخلاص، لا دي فيها ستريشن، لو ركزنا في الدايجرام ده يمكن واضحه شويه، في خطوط خطوط لونها ازرق نير تو ذا بيز، تحت البيز او تحت النيوكليس في بيزل بيزوفيليك ستريشنز. دي نتيجه ايه؟ نتيجه وجود رف اندوبلازميك ريتيكولم كتير في البيز والميتوكوندريا، الميتوكوندريا بتبقى ارينجد لونجيتودنالي فبتدي شكل الستريشن او التخطيط ده، يعني يبقى سبب البيزوفيليا وجود الراف اندوبلازميك ريتيكولم فيزلي على بيزلي على بيزمنت ممبرين او قد بيز اوف ذا سيل بتديها بيزل بيزوفيليا. طب ايه بيخلي بقى الايبيكال بارت الحته اللي فوق بتاعت الخليه فوق النيوكليس بلاقي فيه ايبيكال اسيدوفاليك زايموجين جرانيت، دي
دي يعني ايه؟ يعني حبيبات لونها احمر. الابيكال اسيدوفيليك زايمرين جرانيولز دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الانزيمز، الانزيمز اللي الخليه بتنتجها وبتكونها، بتتحوش ابيكالي في الجزء اللي فوق من الخليه ثم بعد كده تفرزها بره. يبقى الزايمرين جرانيولز دي ستورد انزيمز او ستور سيكريشن موجود في الابيكال بورد. And instinct cell borders ان الفواصل بين الخلايا وبعض ما اعرفش ارسمها، مش باينه. instinct معناها مش واضحه، فبلاقي ان الخلايا كانها لازقه في بعض او كانها قريبه جدا من بعض، البوردرز بتاعتها not so clear. يبقى تاني مواصفات الاسنر سيلز في البنكرياس ايه؟ هي طبعا بالمواصفات دي، لو حد فاكر كده شكل مواصفات السليفري تبقى اشبه لمين في السليفري؟ سوري اشبه لمين في السليفري اسيناي؟ الميوكس اسينس ولا السيرس اسينس؟ الشكل والمواصفات دي طبعا دي شبه للسيرس اسينس، عشان كده البنكرياتيك اسيناي considered سيرس اسيناي. المواصفات دي شفناها قبل كده في السيرس اسينس في الباروتيد مثلا، شبهها جدا. الخلايا بتاعتها بيراميدال، النيوكليس راوندد اند نير تو ذا بيز، السيتوبلازم فيه جزئين بيزالي في بيزوفيليا وسترياشن، ابيكالي فوق في اسيدوفاليك زايمرين جرانيولز. البوردرز بين الخلايا زي ما انا لسه قايله از انستنكت، معناها انها مش واضحه، مفيش فواصل واضحه بين الخلايا وبعضها. دي صوره باللايت مايكروسكوب للبنكرياتيك اسينويد بتوضح فعلا انها الريجولر، مفيش واحده فيهم شكل الثانيه ولا واحده فيهم قد الثانيه، مقاسات مختلفه واشكال مختلفه. لو خدنا واحده منهم زي دي مثلا بلاقي ان البيز اقرب لانه يكون بيزوفيليك دارك وغامق ومزرق، النيوكلياي اهي، الابيكال بارت اللي هو الجزء العلوي من الخلايا اللي قريب لليومن محمر وفيه نقط، ذيس ار دي اسيدوفاليك زايمرين جرانيولز. من كتر ما اليومن هنا نارو يمكن في اسيناي مش باين فيها اليومن لانه ضيق قوي، فده شكل الاسيناي في باللايت مايكروسكوب. هو اللي دي عباره عن بانكرياتيك اسيناي. طيب الالكترون مايكروسكوب بقى بنشوف فيها ايه؟ احنا شبه قلنا يعني علقنا على حاجات من الالكترون عشان نربطها باللايت، فما قلنا في بيزل بيزوفيليا كان معاها ايه او سبب ايه؟ بيزل في رف اندوبلازميك ريتاكولوم ورايبوزومز اراوند ذا نيوكليس، والنيوكليس تحت شويه فهم كمان تحت وبيخلوا البيز اوف سيل بيزوفيليك. ده شكلها هو بالالكترون مايكروسكوب، دي خليه واحده من الاسينر سيلز، ادي النيوكليس راوندد ونير تو ذا بيز، حواليها كتير بروفايلز كتيره جدا من الرف اندوبلازميك ريتاكولوم والرايبوزومز. يبقى ده سبب البيزل بيزوفيل، عشان نربط اللايت بالالكترون. اللايت في بيزل بيزوفيليا ليه؟ عشان الالكترون يرد علينا ويقول لنا في رف اندوبلازميك ورايبوزومز تحت فمخليها ازرق. طيب ايبيكالي الفيلامنتس ميتوكوندريا برده تحت مع في البيز، دي سبب الاسترايشن بقى، يعني ليه الجزء اللي تحت من الخليه مخطط؟ عشان الميتوكوندريا موجوده فيلامنتس طويله وموجوده مترتبه جنب بعض فبتدي شكل استرايشن في البيزل بارت. الجولجي اباريتس موجود سوبرا نيوكليار، يعني فوق النيوكليس في المنطقه دي اهو، دي الجولجي ساك او الجولجي كومبلكس، موجود ابيكالي عشان هيطلع منه سيكريشنز فوق ناحيه الابيبس وبعد كده تخرج بره الخليه. يبقى خلايا السكريتوري عموما بلاقي ان الجولجي اباريتس فيها سوبرا نيوكليار، يعني فوق النيوكليس ناحيه الابيكس اوف سيل. فوق بقى الابيكال بورد في اللايت كان في ايه؟ اسيدوفاليك زايمرين جرانيولز. طب الالكترون هتبان الكترون دنس جرانيولز اهي، كور كده لونها اسود، ممبرنس فازيكل حواليها ممبرين، جواها الكترون دنس ماتيريال اللي هي السكريتوري برودكت او الانزيمز اللي الخليه دي بتنتجها وبعدين هتفرزها، وكلها موجوده ابيكالي عند الابيكس اوف سيل عشان تبقى قريبه للسيل ممبرين بعد كده تخرج من الخليه الى اليوم. يبقى ده بالالكترون مايكروسكوب الاورجانيلز اللي موجوده، والاورجانيلز دي فيري لوجيك ليه؟ لان دي الخليه محتاجاها، خليه مفرزه هتطلع انزيمز هتطلع بروتينز، يبقى محتاجه رف اندوبلازميك رايبوزومز عشان البرودكشن، محتاجه جولجي عشان الباكجينج التغليف والتعبئه وتجهيز الفيزيكلز، بعد كده فيها فيزيكلز فوق اللي هي المنتج، والفيزيكلز بعدين تخرج بره الخليه. يبقى كل اللي احنا قلناه كومبوننتس فيري لوجيك، وبيقول فعلا ان الخليه دي بروتين سينثايزنج سيل. تمام، ده بالنسبه لمواصفات الاسينر سيل باي الكترون مايكروسكوب.
نيجي للجزء الثاني من الاكسوكراين بارت وهو الدكت سيستم. يبقى احنا في الاكسوكراين بارت بفكركم تاني قلنا عباره عن حتتين، حته بتفرز اسينايل وحته بتنقل مواصلات هي الدكت سيستم. طب الدكت سيستم في البنكرياس برضه مقارنه بالسليفري جلاند، هل في فرق؟ يس، في شويه فروق بسيطه. نمبر 1 اتس less branched، يعني الدكت سيستم هنا مش بحجم ولا التقسيمه ولا البرانشنج اللي شفناه في السليفري قبل كده. انا عندي تقريبا نفس المسميات بتاع دكت سيستم، ولكن دكت اقل، برانشنج اقل، الاكستنت بتاعها برده اقل، مش بالكثافه او الغزاره بتاعه الدكت سيستم في السليفري جلاند. عندي هنا اربع دكتس هتسلم بعض، اصغرهم اسمها انتر كالوري، دي زي اللي موجوده في السليفري بالظبط. الانتر كالوري دي بتطلع من الاسينس مباشره lined by central acinar cell flat cells flat nucleoli وتاخد السكريشن من الاسينس الى اللي بعدها وهي الانترا لابيولار داكتس. مين الانترا لابيولار داكتس؟ دي موجوده inside lobule عشان كده خدت لقب انترا، اللي بعدها اسمها ايه؟ انتر. انتر معناها between، لكن انترا معناها inside. يبقى دي بتبقى جوه اللوبيولز، لكن تتميز دي بقى عن اللي موجوده في السليفري انها very short، انها rarely seen، مش موجوده كتير، ما بتتفرعش كتير، فلما باجي اخد سكشن بنكرياس ما بشوفهاش كتير قوي في السكشن. lined by low cubical epithelium وملهاش اي secretory activity زي اللي كانت شفناها قبل كده في السليفري. هنا just a duct هتاخد السكريشن من اللي قبلها اللي هي الانتر كالوري توصله للي بعدها اللي هي الانتر لابيولر بدون اضافات او تغييرات في تركيب. اللايننج بتاعها نخلي بالنا انه لو كيوبيكال ايبيثيليوم، عشان ايه؟ عشان هنا انا بادئه بفلات سيل وهنتهي في المين داكت بلايننج كولامنر زيها زي اللي هيفتح فيها الديودينم. المين داكت بتاع البنكرياس بتفتح فين؟ في السكند بارت اوف ذا ديودينم، والديودينم لايند بايه؟ سيمبل كولامنر ابزوربتيف، يبقى هي كمان هتبقى لايند باي سامبل كولامنر سيلز، فبالتالي الحجم بتاع السيلز هنا مش هيكبر كتير. انا بادئه بفلات واخري خالص خالص كولامنر، فهطلع بالتدريج بالتدريج في حجم السيلز. ده طبعا كان يختلف تماما عن السليفري. السليفري احنا كنا بدانا فيها بفلات، انتهينا بستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايزد في الماوس كافيتي، فعشان كده الدكت سيستم بتاع السليفري شويه معقد شويه، فيه تفاصيل اكتر من البنكرياس. الثالثه اللي هي الانتر لابيولر، قلنا انتر معناها بتوين، بين اللابيولز وبعض، دي بتاخد من الانترا لابيولر وبتمشي في الانتر لابيولر سبتا ولايند باي سيمبل كيوبيكال ايبيثيل. يبقى بدانا بفلات في الانتر كالوري ثم لو كيوبيكال في الانترا لابيولر ثم كيوبيكال بس من غير لو في الانتر لابيولر. دي هيحصل لها ايه؟ هتبدا الانتر لابيولر تفتح تصب تصب كلها في مين؟ في المين داكت او مين بنكرياتيك داكت اند اكسسوري بنكرياتيك داكت. دول مين؟ هنعرفهم دلوقتي. بس بتاعتها اهي شايفين؟ كل دي از مين داكت. داكت طويله قوي بتاخد البنكرياس بطوله من اول التيل لغايه الهيد. طول ما هي ماشيه بالطريق ده بتريسيف انتر لابيولر، يبقى كل الفروع الصغيره دي عباره عن ايه؟ انتر لابيولر داكتس، بتفتح طول ما هي ماشيه في المين داكت. يبقى المين داكت هنا في البنكرياس اذا لونج داكت، بتاخد من التيل للهيد للاتجاه ده بالذات، علشان ده الاتجاه اللي هتروح فيه السكريشن. انا لما اقول تبدا من الهيد للتيل هتروح تصب فين؟ مش هتصب في مكان، ما ينفعش، يبقى بتبدا من التيل وطول ما هي ماشيه بتريسيف انتر لابيولار داكتس وتكمل المسار بتاعها لغايه ما توصل فين؟ للديودينم. يبقى الاوبننج بتاع المين بنكرياتيك داكت فين؟ في السكند بارت اوف ذا ديودينم. يبقى دي عباره عن المين داكت اوف بنكرياس. طب مين الاكسسوري دي بقى؟ الاكسسوري دي واحده ثانيه صغيره ساعات بتبقى موجوده في البنكرياس، وبرده هي كمان بتريسيف شويه من الانتر لابيولر، ثم هي شخصيا تروح فاتحه فين؟ فاتحه في البنكرياتيك داكت. طب مين اللي جايه دي؟ دي الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت بتيجي من الليفر وقرب نهايه البنكريات، الاثنين يلحموا سوا ويفتحوا فتحه واحده في السكند بارت اوف ذا ديودينم. ده بالنسبه لي المين بنكرياتيك داكت.
بص بقى على تركيبها تاني. So this is the main accessory and pancreatic duct. Main pancreatic and accessory duct, sorry. دي عبارة عن long duct run along the pancreas from tail to head. وعرفنا ليه؟ عشان تاخد secretion وصلها للهيد ثم إلى الديودن. It receives the interlobular duct along its course. طول ما هي ماشية تستقبل interlobular داخلين فيها من كل حتة. كل interlobular تيجي تقرب منها تروح فاتحة فيها وصب secretions اللي فيها inside the main duct. طب مين الاكسسوري دي؟ دي بتبقى عبارة عن short duct lie in the head cranial to the main duct و receive interlobular هي كمان. يبقى دي كأنها كده من اسمها هي اكسسوري، معناها ايه؟ معناها مساعد. يبقى دي عبارة عن duct مساعدة بتساعد المين duct في المنطقة بتاعت الهيد عشان هي كبيرة شوية وتستقبل معاها interlobular ثم هي شخصيا تصب فيها. Both unit and exit from the head to join the common bile duct and open into the duodenal papilla. دي اللي شفناها برضو في الصورة، ان الاكسسوري تلحم مع المين ثم المين بحالها باللي فيها تمسك تجوين الكومون بايل دكت والاثنين يفتحوا مع بعض فين؟ في السكند بارت اوف ذا ديودينم اللي بنسميها منطقة الديودينال بابيلا. طب اللايننج بتاع المين والاكسسوري دول ايه بقى؟ سيمبل كولامنر ايبيثيل. يبقى زي ما اتفقنا احنا بنشوف بدايتنا ايه؟ دايما بدايتنا فلات سيل. طب نهايتنا ايه؟ النهاية هتحدد شكل السيلز والابجريدنج بتاعها او التغيير اللي هيحصل فيه. هنا انا بدأت بفلات سيلز عند الاسينايد وانتهيت بكولامنر في الديودينم، يبقى الارتفاعات اللي هتيجي في الخلايا في النص شوية بشوية صغيرين خالص لغاية ما تخلص على مين دكت لايند بسمبل كولامنر. وكمان بيقولوا ان نير تو ذا ديودينم ممكن يظهر في اللايننج بتاعها فيو جابلت سيلز او سام جابلت سيلز، ممكن تظهر في اللايننج اوف ذا مين بانكرياتيك دكت نير تو ذا اند، لكن المين لايننج بتاعها ايه؟ سامبل كولامنر ايبيثيل. يبقى ده regarding the duct system of pancreas. دي صورة تانية هي برضو بتوضح ال structure of pancreas. ادي جزء secretory port، دي الاسيناي اهي secretory acini lined by acinar cells، وادي الدكت سيستم اللي هياخد منها. دي اول دكت طبعا اللي هي الانتركالري طالعة على طول من الاسيناي. ادي المين دكت اهي الطويله اللي قلنا عليها دي، كل دي مين دكت. هنا ظاهر الاكسسوري اهي بقى الصغيره دي، دي اكسسوري بانكرياتيك دكت. البرانشز دي كلها عباره عن ايه؟ انتر لابيولار، بتصب مباشره في المين دكت along its course لغايه ما توصل الديودينم تجي لها الكومون بايل الخضراء دي اهي، ويتحدوا سوا او جوين توجذر ويفتحوا الاثنين فين؟ في الديودينال بابيلا في السكند بارت اوف ذا ديودينم. ده بالنسبه للاكسوكراين بارت اوف بانكرياس. ايه وظيفة البنكرياس بقى؟ الجزء الاكسوكراين بارت ده بيعمل ايه؟ Number one, digestion of carbohydrates, lipids, proteins, nucleoproteins and phospholipids. كل المركبات دي او كل المواد دي بيتم الكمبلشن اوف digestion بتاعتها في الديودونم عن طريق البنكرياتيك انزيمز. كل دول بيتفرز لهم انزيمات مخصوص من البنكرياس عشان تعمل digestion لل مولكيولز دي، وبالتالي تبسطها جدا والجسم يقدر يستفيد منها ويمتصها في الانتست. يبقى دي اول وظيفه للبنكرياتيك جوس او البرودكت اللي بيطلع من الاكسوكراين بارت، انه في انزيمز بتكمل كومبليشن وبتكمل الدايجيشن اوف ذيس مولكيولز. طب ايه كمان؟ البايكارب كونتنت، في بايكربونات. انا قلت لكم شويه المعلومه دي، البايكربونات دي اهميتها ايه؟ نيوتراليزيشن، تعادل الاسيديك كونتنتس او الاسيديك كاين اللي جاي من الاستومك انتو ذا ديودينم، لان الديودينم غير مستعد للتعامل مع ال HCl، غير مستعد للتعامل مع الاسيديك كاين اللي جاي من الاستومك. فبالتالي كبروتكشن للديودينم البنكرياس بيفرز بايكربونات فتعمل تعادل للاسيد ده فيحمي الديودينم منه ما يحصلش ديودينال ألسر. يبقى دي وظايف ايه؟ اكسوكراين بنكرياس. البنكرياتيك جوز فيه انزيمز للدايجيشن وفيه بايكربونات للنيوتراليزيشن. يبقى دي اهم كلمتين في الوظيفه، دايجيشن ونيوتراليزيشن.
نيجي بقى للجزء الثاني من البنكرياس وهو الاندوكراين بارت، واحنا سميناه ايلتس اوف لانجرهانس. يبقى ده الجزء الثاني من البارينكيما اوف بنكرياس. معلوماتنا عنه ايه لغايه دلوقتي؟ اندوكراين معناها هرمونز، يبقى ده جزء مفرد للهرمونز. اندوكراين برضو معناها انه ما عندوش ضغط، يبقى ده عباره عن مجموعه من السيلز بتنتج هرمون مباشره فين؟ الى البلود ستريم، ما عندهاش ضغط سيستم عشان ينقل الهرمونز دي. يبقى دي معلوماتنا لغاية دلوقتي عن الاندوكراين بانكرياس. يبقى هو عبارة عن ايه؟ non capsulated masses of endocrine cells. معناها ايه كلمة non capsulated دي؟ معناها ان مفيش فواصل واضحة بين الاندوكراين بورت والاكسوكراين بورت. مفيش كبسول بتغلف الايلتس تفصلها عن البنكرياتيك اسيناي بتاعة الاكسوكراين بورت. لا، هما قريبين من بعض وموجودين جنب بعض. النون كابسوليتد ماسز دي موجوده في البنكرياس سكاترد ان ذا بنكرياتيك لوبيولز، موجوده من بعض طرف البنكرياس، لكن بتبقى يمكن كثافتها اكتر شويه في التيل، بقى في عدد اكبر من الايلتس، لكن هي ملهاش ديستريبيوشن معين ولا موجوده في اجزاء معينه، هي موجوده في وسط الاكسكراين اسينوم. النمبر اوف ذيز ايلتس يعني بيتراوح من ربع لثلاث ارباع مليون انهيومن. يبقى في الهيومن بنكرياس عدد الايلتس دي حوالي متوسط من ربع الى ثلاث ارباع مليون ايلت بير بنكرياس. طب تركيبها ايه بقى؟ عباره عن الاندوكراين بارت او الايلتس اوف لانجرهانس، دي هي الحتت الفاتحه اللي في الصوره دي، الغامق ده كله ديز ار بنكرياتيك اسيناي دارك ستين، لكن الايلتس اوف لانجرهانس بتبقى بيل ستين زي ما انتم شايفينها، لونها بهتان كده في وسط الايلتس، في وسط الاسيناي سوري. بتتكون من انستموزين كورتس اوف ايبيثيليال سيلز سيبريتد باي فينستريت بلاد كابيلرز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخلايا فيها ملهاش رصه معينه، ما بتترتبش شبه ما شفنا في الاسيناي مثلا، لا، بتبقى انستموزين كورتس اوف سيلز، خلايا في صوره صفوف من الخلايا متداخله مع بعض، تتداخل يعني تحصل لها برانشنج وانستموزنج تعمل لي جروب اوف سيلز. السيلز دي سيبريتد باي ايه؟ ايه بينهم وبين بعض؟ بينهم فينستريتد بلاد كابيلرز. ليه؟ محتاجينها هنا عشان ايه؟ حد يقول ها؟ فينستريتد كابيلرز عشان الترانسميشن اوف هرمون او نقل الهرمون، ما عنديش دوك سيستم هنا. مين اللي هينقل الهرمون ويوديه للسايت اوف اكشن؟ البلاد. يبقى البديل دوك سيستم في الاندوكراين بنكرياس ايه؟ وجود فينستريتد بلاد كابيلرز. دي بتعمل ايه؟ بتاخد الهرمون من السيلز اللي بتفرزه وتوصله باي ذا بلاد تو ذا تارجت سيت اوف اكشن، هو يروح يشتغل في انهي خليه، البلاد ياخده من ايده يوصله للخليه اللي هيشتغل عليها دي. يبقى بالنسبه لتركيب الايلتس عباره عن مجموعه من الخلايا، الخلايا دي بينها وبين بعض فينستريتد بلاد كابيلرز. طيب هل كل الخلايا في الايلتس ار ذا سيم؟ هل كلهم نفس النوع، نفس التركيب، نفس الشكل، نفس البرودكت؟ نو لا، في انواع من سيلز انسايد ذا ايلتس. شكل الايلتس ايه باللايت مايكروسكوب؟ زي ما انا لسه قايله لكم، بقع لونها فاتح شويه زي الصوره اللي فاتت، وادي صوره ثانيه اهي. They are lighter, non-capsulated areas surrounded by dark acini. الاسيناي اغمق كتير في اللون بال H and E من الايلتس. الايلتس بتبان بيل ستيند وجروبس اوف سيلز زي بقعه كده في وسط الاسيناي، بقعه بهتانه شويه وعباره عن مجموعه من الخلايا، مش حته فاضيه. يعني ما حدش يجي على حته فاضيه ويقول دي ايلت، لا، دي عباره عن سيلز، ولكن السيلز بتاعتها بيل بهته في اللون عن البنكرياتيك اسيناي. الاندوكراين سيلز cannot be differentiated from each other by H and E. يبقى اذا احنا لسه قايلين من شويه ان الخلايا هنا مش كلها ذا سيم، وهتيجي دلوقتي هنعرف تفاصيلها وانواعها. هل ال H and E بيساعدني ان اقدر اقسم الايلت سيلز او افرق بينهم؟ نو no. كلهم بيظهروا بيل ستين سيلز وخلاص، بدون تفرقه بين انواع وبعضها. طب انا اعرف منين بقى انه فعلا في انواع ولا مفيش؟ في سبيشيالز وفي اميون ستين اقدر بيها اتاكد فعلا ان خلايا البنكرياتيك ايلتس انواع مختلفه، مش كلها نفس النوع. يبقى الديفرنشيشن دي بتتم ازاي؟ باي سبيسيفيك او سبيشال ستينز، ستينز مخصوص تصبغ خلايا، خلايا لا، مش كل الخلايا تتصبغ بيها.
اي ام فيتشرز اصورها الكترون مايكروسكوب واتفرج عليها الاقي ان كل خليه منهم ليها اتس اون فيتشرز برضو مختلفه عن بعضها. نمبر 3 اميونو هيستوكيميكال تكنيكس، طرق ستيننج برضو بس مخصوصه شويه اصبغ بيها البرودكت، اصبغ بيها المنتج الخليه تفرزه، وبالتالي اتاكد فعلا ان في منتجات كتير ففي خلايا مختلفه موجوده في الايلت. يبقى دي الطرق اللي انا بقسم بيها او بفرق بيها الايلت سيلز من بعضها، اما ادور على سبيشال ستينز اصبغهم فيطلع كل خليه بلون مختلف، اما اصورها الكترون مايكروسكوب واتفرج على الفيتشرز بتاعتها، او اصورها اميون هيستوكيمستري عن طريق ان انا اصبغ مواد تدور لي او سيرش فور ذا هرمون انسايد واصبغه واتاكد ان الهرمون اللي جواها ده ايه وكل واحده منهم ليها اتس برودكت. ده صوره ثانيه لشكلها باللايت، ادي كل دي عباره عن بكرياتيك اسيناي ودي وحده ايلت في النص اهي، يبقى دول كلهم غامقين بين دارك ستاند اسيناي ليها بيزال بيزوفيليا وابيكال اسكوفيليك اهي زي ما احنا لسه قايلين من شويه، والبقعه البهتانيه دي عباره عن ايه؟ دي ايلت اهي، واحده من الايلتس جروب اوف سيلز وفيها نيوكلياي يعني دي خلايا مش حته فاضيه زي ما انا قلت، لكن كلها فيل ستاند الريجولر مالهاش تنظيمه وما هيش شبه الاسيناي، وفيل ستاند سيلز موجوده في وسط الاسيناي نان كابسوليتد مفيش اي فواصل بينها وبين البنكرياتيك اسيناي. دي صورة تانية برضه اهي بتوضح لي الايلت هاي باور ماجنيفيكيشن، ادي ايلت اوف لانجر هانز واحدة اهي هاي باور تكبير اعلى شوية، برضه واضح انها فيها انستموزنج سيلز مجموعة من السيلز مش ليها ترتيبة معينة، بيل ستيند مقارنة بالاسيناي اللي حواليها كل دي عبارة عن بنكرياتيك ريجولار بنكرياتيك اسيناي ودي واحدة من الايلت اوف لانجر هانز. ايه بقى الخلايا اللي في الايلتس دي؟ ايه types of islet cells؟ الخلايا اللي في الايلتس بقسمها الى two groups endocrine cells ودي المين طبعا احنا قايلين انه اسمه endocrine pancreas يعني المين function فيه او المين component لازم يكون الاندوكراين cells، لكن هل ده معناه ان مفيش غيرها؟ لا، في non endocrine cells موجوده في الايلتس برضه، يبقى انا بقسم الخلايا اللي في الايلتس الى two groups في endocrine cells وفي non endocrine cells. طب مين دول ومين دول؟ الاندوكراين سيلز دي اربع انواع، اول واحده منهم بسميها الفا سيل ودي بتنتج هرمون اسمه جلوكاجون هرمون، يبقى دي اول نوع من الاندوكراين سيلز از الفا سيكريتنج جلوكاجون. النوع الثاني هو البيتا سيلز ودي الموست كومن، دي اكتر خليه موجوده في البنكرياس في الايلتس بسميها بيتا سيلز ودي بتفرز انسولين، يبقى انا عندي الفا اند بيتا جلوكاجون اند انسولين. معاهم ماينورز بقى خليتين صغنطتين تانيين اللي هي الدي سيل والاف سيل، دول عددهم قليل قوي في الايلتس، الدي بتفرز سوماتوستاتين والاف بتفرز بانكرياتيك بوليبيبتايد، يبقى دول اربع خلايا اندوكراين سيلز موجودين في الايلتس باربع هرمونز مختلفين كبرودكتس، الالفا بتطلع جلوكاجون، البيتا بتطلع انسولين، الدي سيل بتطلع سوماتوستاتين، والاف سيل بتطلع بانكرياتيك بوليبيبتايد. طب مين بقى النون اندوكراين سيلز الموجوده؟ دي عباره عن جانجليون سيل يعني نيورونز خلايا عصبيه وظيفتها ايه؟ تو كنترول الاندوكراين سيلز، يبقى دي بتمثل ذا نيرفس كنترول اوف ايلت سيل فانكشن، دي المسؤولة عن انها تعمل stimulation او inhibition للخلايا دي وخليها تخليها تفرز او stop its secretion. يبقى ده بالنسبة لتقسيمة الـ islet cell اما endocrine الفا وبيتا ودي واف او non endocrine اللي هي ganglion cells. ده diagram بيوضح لي الخلايا هي وتقسيمتها مع بعض، كل البر طبعا ده مين؟ الاصفر ده مين؟ دي acinoid pancreatic اكسوكراين اسيناي، ادي واحده من الايلتس اهي وواضح فيها ان كل دي ار ايلت سيلز، والاحمر ده مين؟ ها مين دول؟ دي عباره عن كابيلرز اللي احنا لسه قايلين فيه فينستريتد كابيلرز فيها بلود. طب الخلايا نفسها بقى الاخضر دي هي المين سيل اكتر عدد موجود اهو، ذيز ار بيتا سيل سيكريتنج انسولين،
اللي لونها ازرق على الطرف دي these are the alpha اهم اللي بره دول ودول secreting glucagon. الدي سيلز اللي هي دي ودي secreting somatostatin والاف سيل برضو خليه هنا مش ظاهره هنا في الصوره دي ولكن برضو عددها قليل قوي زي الدي سيل وبتفرز البنكرياتيك بوليوتايد. يبقى دول انواع الخلايا الاندوكراين سيلز اللي موجوده في الايلس. نيجي بقى لواحده واحده منهم ونعرف شويه تفاصيل الفروق بينهم ايه. نبدا بالالفا. الالفا سيل دي اوفل سيل خلايا بيضاويه 15 ل 25 مايكرون ان دايمتر مقاسها يعني 20% من السيلز يعني لو انا عندي 100 خليه في الايلت 20 منهم الفا يبقى عدد مش كبير قوي بس برده مش قليل 20% من الايلت سيلز از الفا سيل. بريفرالي سيتويتد معناها ان معظم الالفا سيل على الطرف يعني على طرف الايلت من بره زي ما احنا شفناها في الصوره اللي فاتت كده. البيتا هتلاقيها في السنتر بقى يبقى الالفا سيل موستلي بيريفرال البيتا بتبقى سنتر. بالسبيشال ستينز اللي احنا قلنا هنصبغ بقى صبغات مخصوص عشان نتفرج ونفرق ما بينهم بنلاقي ان الجمهور ستين بتصبغ الالفا بينك كلر اهي زي الصوره دي كده. البينك كلر سيلز اللي على الطرف دي these are the alpha cells. immunohistochemical stain اصبغ عشان اعمل detection للجلوكاجون هرمون احط انتي جلوكاجون ولو حصل رياكشن ده معناه ان في هنا جلوكاجون موجود في السيلز فده بوزيتيف اميون هيستوكيميكال ستين ويأكد لي ان ده الفا سيل. يبقى انا في الاميون هيستوكيميكال بستخدم انتي بودي اجينست الهرمون بروديوسد باي ذا سيل. لو خد ستين ده معناه ان الهرمون موجود. طب لو ما خدوش يبقى لا دي ما بتفرزش جلوكاجون. تمام ده ريجاردنج الالفا سيل. ان كومباريزون بقى نحط البيتا. البيتا اوفر برضو فدي نقطه مشتركه مقاسها اصغر شويه من الالفا من 10 ل 15 مايكرون ان دايمتر لكن الالفا اكبر سنه من 15 ل 25. دي كانت 20% هنا دي المين سيل يعني نقول كده الثلاث ارباع 75% من الايلت سيلز بيتا من 60 ل 75% فدي ريبريزنتنج ذا مين ايلت سيلز. دي كانت بريفرال تبقى البيتا ايه سنترال يبقى هي الموجوده في السنتر اوف ذا سيل اوف ذا ايلت سوري. طب السبيشال الجمهوري اللي هي نفس الستين اللي ادت بينك في الالفا بتدي الازرق بالبيتا سوري بلو كلر فكل الخلايا الزرقاء دي بقى اللي هي موجوده في السنتر ذيس ار بيتا سيلز. يبقى الالفا اخذت بينك والبيتا اخذت بلو بنفس الستين which is جمهوري ستين. الاميون هيستوكيميكال هنا او في واحده كمان اللي هي الالدهايد توكسين دي بتدي بيربل دي بتدي للبيتا سيل بيربل كلر. والاميون هيستوكيميكال ستين هنا اجينست مين بقى مين البرودكت هنا الانسولين فانا لما اصبغ بانتي انسولين هيديني بوزيتيف في البيتا سيل بس بقيه الخلايا ما بتاخدش. يبقى this is the immune histochemical stain of beta cell. يبقى الالفا in comparison مع البيتا الاثنين اوفل مقاسهم قريب ولكن مين الاكبر الالفا مش الالفا اقل في العدد تبقى اكبر في الحجم البيتا كتير في العدد تبقى صغنطوطه شويه عشان تفتكروها. الالفا 20% البيتا 75 من 60 ل 75 دي بريفرالي على الطرف فالالفا فيها في بريفرال فيها في عشان ما تنسوهاش برضو. البيتا سنترال بالسبيشال ستينز الجمهور ستين بتدي بينك كلر في الالفا بتدي بلو في البيتا فالبيتا فيها بي اي شبه البي تبدا ببلو بلو اللي هي بي فور باك يبقى دول شبه بعضهم. البيتا بتاعت الانسولين بيتا دي بتبدا بالحرف البي فور باك بلو فيبقى لونها بلو ان كلر لكن الالفا بتبقى لونها بينك بي فور بيرب. في هنا ستين زياده للبيتا الالدهايد فوكسين بتدي بيربل كلر لون بنفسجي والاميون هيستوكيميكال هنا وهنا اجينست الهرمون اللي هي بتطلعه فبصبغ بانتي مضاد له اللي بياخد الستين يبقى هو ده الخليه اللي فيها الهرمون. ده ريجاردنج اول خليتين او اهم خليتين في الايلتس وهما الالفا والبيتا. ده الاميون ستين اهو بقى ده الفا ستين الفا سيل سوري ستين بالانتي جلوكاجون فلقينا ان السيلز اللي خدت الستين بس هي السيل مينلي بريفرال اهي يبقى اللي فيها اللون البني دي البوزيتيف سيلز اللي فيها الجلوكاجون هرمون يبقى دي ار الفا سيل. طب البيتا هنا فيها بني؟ لا عشان هنا ما فيهاش جلوكاجون
طب دي العكس بقى، لما اصبغ بانتي انسولين، الانتي انسولين هيتفاعل مع الانسولين، مين الخلايا اللي فيها الانسولين؟ البيتا. فلاقي كل الخلايا اللي لونها بني في السنتر، these are beta cells، اخدت اللون البني عشان هي اللي فيها الانسولين، لكن الالفا سيلز اللي على الطرف ما خدتش اللون البني. ليه؟ علشان ما فيهاش انسولين. يبقى ده الاميون هيستوكيميكال ستين اوف الفا اند بيتا سيل، اللون البني هو دلاله البوزيتيف رياكشن. بالالكترون مايكروسكوب بقى بتبان شكلها ايه؟ الالفا ان كومباريزن مع البيتا، الالفا سيل فيها ووتر سولابل جرانيولز، البيتا فيها الكحول سولابل. يبقى الجرانيولز الموجوده او الجلوكاجون والانسولين جرانيولز انسايد دي تقدر تدوب في الووتر في الميه عادي، لكن البيتا سيل الانسولين اللي فيها ما بيدوبش في الميه، بيدوب في الكحول بس. بالالكترون مايكروسكوب دي بتبقى membrane bounded granules having electron dense content with pale rim around، هوريكم الصوره بتاعتها دلوقتي، وفيها few mitochondria و well defined Golgi apparatus، يعني الاورجانيلز اللي فيها قليله، الجرانيولز فيها حواليها membrane وجواها اسود electron dense content في السنتر بتاعها. طب دي بقى دي برضو membrane bounded هي كمان، ولكن هنا الكونتنت فيها بتبقى rectangular، يعني بلاقي فيها مستطيل لونه اسود جوه البيتا سيل، لكن هنا بيبقى مدور الكور بتاعها او الكونتنت انسايد دايره لونها اسود، ده بيبقى في صوره ريكتانجلر كريستالز مستطيل لونه اسود، هيبانوا في الصور دلوقتي وهتشوفوا الفرق بينهم. البيتا سيل اكثر نشاطا، بتفرز انسولين كتير، فبيبقى فيها الاورجانيلز اكتر، فيها ويل ديفايند جولجي واندوبلازميك ريتيكولم. الفانكشن بتاعه الالفا جلوكاجون سيكريشن، الفانكشن بتاعه البيتا انسولين سيكريشن. يبقى ده بالنسبه للمقارنه بتاعتهم بالالكترون مايكروسكوب، دي فيها جرانولز ليها الكترون دنس كونتنت، الكور بتاعها مدور واسود وحواليه هاله فاتحه بين ريم اراوند، معناه انه حواليه هاله او دوران خفيف فاتح على الطرف، يبقى اسود في النص وفاتح من الطرف. لكن هنا الممبرين باوندد جرانولز فيها مستطيل لونه اسود انسايد، الجرانيولز هنا سوري الاورجانيلز اقل في الالفا عشان هي مش نشيطه قوي زي البيتا، لكن البيتا اكتر نشاطا وبتطلع انسولين اكتر، ففيها الاورجانيلز اكتر ويل ديفلوبد جولجي واندوبلازميك بتوع اي سكريتوري سيل. ادي بقى الصور بتاعه الالكترون، واضح فيها الجرانيولز، ادي الجرانيول بتاعه الالفا ميمبرين باوندد حواليها ميمبرين اهو، وجواها الكترون دنس كونتنت دايرة لونها اسود حواليها بيل ريم، يعني الهالو حواليها كده فراغ لونه فاتح وجواه اسود في النص. طب شوفوا البيتا بقى برضه ممبرين باوندد اهي، فيها ممبرين لكن الكونتنت فيها بصورة ريكتانجل مستطيل لونه اسود، الكترون دنس ريكتانجلر كريستال. يبقى شكل الجرانيولز بالاي ام لوحده فرق لي الالفا من البيتا، سبحان الله. الجرانيول هنا ممبرين باوندد وفيها الكترون دنس كور في النص وحواليه هالو فاتح بيل ريم، ريم معناها الحدود بتاعته كده، الحته البيضة الدوران الابيض اللي بره ده، لكن البيتا جواها ريكتانجلر كريستال الكونتنت بتاعها في صوره مستطيل لونه اسود. يبقى ده شكل او الفرق بين الجرانيولز في الالفا سيل والجرانيولز في البيتا سيل. نيجي بقى للخليه رقم 3 وهي دي سيل، احنا اتفقنا ان الدي والاف الاثنين عددهم قليل قوي مقارنه بالالفا والبيتا، اقل كتير في العدد. الدي سيل بتبقى اوفر ان شيب برده، فاريبل ان سايز، حجمها مش ثابت بس هو اكبر شويه من الالفا والبيتا، 2% بس من العدد، فهي عددها قليل خالص مقارنه بالالفا والبيتا. موجوده برده بريفرال، يعني هي قريبه من مكان الالفا سيل، بالسبيشال ستين بصبغها بالسيلفر بتديني براون ستين، واميون هيستوكيميكال برده اجينست ايه؟ جينست سوماتوستاتين، بلاقيها برده بتاخد اللون البني بالانتي سوماتوستاتين، وموجوده بريفرالي وقليله خالص في العدد. يبقى هنا لا الالفا خدت ولا البيتا خدت، مين اللي خد هنا؟ الدي سيل بس. يبقى دي سيلز ستيند اميون هيستوكيمستري اجينست الانتي السوماتوستاتين اللي فيها، فاخدت اللون البني بتاع الاميون ستين. يبقى ده بالنسبه للدي سيل، عددها قليل، حجمها مختلف شويه مش ثابت قوي، موجوده مينلي بريفرال، 2% بس من الخلايا، وبتتسبب اما بالسيلفر او بالاميون هيستوجيميكال ستين اجينست السوماتوستاتين سيكريتد باي دي سيل.
بالالكترون مايكروسكوب بلاقي ان الجرانز بتاعتها لارجر، كبيره في الحجم شويه عن الالفا والبيتا، وليها فاريبل الكترون دنسيتي، يعني ملهاش شكل مميز لا هي شبه الالفا ولا شبه البيتا، فيها الكترون دنس كونتنت وخلاص، بس بدون شكل مميز ليها زي ما ذكرنا في الالفا والبيتا. بتعمل ايه دي؟ تفرز سوماتوستاتين، وده هرمون من الهرمونز الريجولاتوري للالفا والبيتا سيلز. يعني لما بيتفرز السوماتوستاتين بيعمل انهبيشن الالفا او البيتا سيل على حسب مين الاكتف سيل، عشان يكونترول السكريشن بتاع الجلوكاجون والانسولين. ده بالنسبه للدي سيل. اخر واحده من خلايا الاندوكراين سيلز وهي الاف سيل، او بنسميها بي بي عشان البرودكت بتاعها اسمه بانكرياتيك بولي بيبتايد، فاما بنسميها اف سيل او بي بي سيل. دي بتبقى برضو اوفال ان شيب، السيتوبلازميك اورجانيلز بتاعتها قليله لانها برضو خليه مش اكتف زي الباقيين، قليله في العدد وليس اكتف، برضو هي كمان 2% بس، ووظيفتها انها بتفرز بانكرياتيك بولي بيبتايد، وده هرمون من هرمونز الريجولاتوري في الجي اي سي، ده كربوهيدرات او ريجوليتنج الكربوهيدرات والبروتين ميتابوليزم، فهو برضو بيتفرز هنا من السنس وبعد كده يروح الجي اي سي يعمل الاكشن بتاعه. هنا برضو الاميون هيستوكيميكال ستين بتاعها اجينست البنكرياتيك بولي بيبتايد انتي بي بي، وبيوضح انها فيري فيو، برضو اخذت البراون ستين قليله قوي في العدد مقارنه ببقيه الخلايا. يبقى الاف والدي الاثنين كل واحده 2% بس، والباقي كله ال 96 الباقيين هنوزعهم على الالفا والبيتا سيل. تمام، ده بالنسبه للاندوكراين سيلز اوف ذا ايلس اوف لانجرهام. اخر خلايا عندنا في الايلس وهي الجانجليون سيل، احنا قلنا ان الجانجلي از نون اندوكراين سيل، دي ما بتفرزش هرمونز ولا اي حاجه، دي عباره عن نيورونز. يبقى ذيس ار مالتي بولر نيورونز، خليه عصبيه with irregular outline and central nucleus، زي النيورون اللي درسناها قبل كده، ليها سيل بادي وليها اكسون ودندرايتس، والسيل بادي بتاعها ستار شيبد او مالتي بولر، وفيها سنترال نيوكليس، فيها سمول اجريجيشنز موجوده ان سمول اجريجيشنز بين ايلت سيلز، يعني الخلايا دي متبعتره كده مجموعات صغيره من الجانجليون بين الايلت سيلز وبعضها، وقلنا ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيرفس كنترول، دي وظيفتها انها بتكنترول السكريشن اوف كل الايلت سيلز، اما بالستيميوليشن او الانفيشن على حسب الستيميولس اللي جايه. اهي عباره عن نيورونز ليها بروسيسز موجوده ان بتوين ذا ايلت سيلز فور نيرفس كنترول. ده بالنسبه للجانجليون سيلز. ده دايجرام للبنكرياس از هول، واضح فيه الاستراكشر بتاعه بحاله. ادي الكبسول اللي هي جزء الستروما، كبسول وترابيكولي، بتقسم البنكرياس الى لوبيولز الى فصوص. بالنسبه للبارينكما، اما اكسوكراين بارينكما، ادي الاسيناي وادي الضغط اهي، دي موجوده وماشيه في السبتم، دي اسمها انترلوبيولر سبتم. ده الاكسوكراين بورت، وادي واحده من الايلتس اللي هي الاندوكراين بورت، واضح فيها الخلايا وواضح فيها البلاد سينوسويدز او الفينستريتد كابيلاريز بريزنت ان بتوين. ده دايجرام للستراكشر اوف بانكرياس. ده شكل البنكرياس باللايت مايكروسكوب، سلايد تحت الميكروسكوب، برضو واضح فيها الايلتس انها irregular in shape وانها ليها بيزل بيزوفيليا وابيكال اسيدوفيليك جرانوس. دي الاسيناي اللي هي الاكسكراين بورت، وادي الايلتس اهي الاندوكراين بورت، قلنا انها باللايت مايكروسكوب اتش اند اي بتبقى باينه يا دوب كانها حته بقعه باهته كده، بيل ستيند اريا ان بتوين ذا دارك ستيند اسيناي، مجموعه من السيلز لونها فاتح موجوده وسكاترد ان بتوين ذا دارك اسيناي. ده شكلها بالـ HME. كده أنا خلصت محاضرتنا النهاردة، يا رب تكون سهلة عليكم، وإن شاء الله نتقابل في محاضرات جاية. أشوفكم على خير، السلام عليكم.